بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب، كتاب التوحيد، لابد أن قبل الدراسة نذكر الأمور اللي اعتدنا عليها. أولا، لماذا ندرس التوحيد أخذنا؟ الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن كتاب التوحيد؟ نعم، لماذا أخوانا؟ الأول نصيحة العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، غيره، وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، اعتناء العلماء بهذا الكتاب بشرحه وتدريسه للناس والأمر بحفظه. نعم، أنه اشتمل على نوع التوحيد الثلاثة، مشتمل على الكتاب والسنة، معاصر، ردود على شبهات يأتي بها مشركي زماننا. نعم، حسن التبويب والترتيب والتصنيف لهذا الكتاب. طيب، بعد هذا من العادة أيضا في دراسة الكتب أننا نفهرس الكتاب، وعند الفهرسة لهذا الكتاب نقسم هذا الكتاب الله أعلم إلى 10 أقسام. القسم الأول المقدمة، وقلنا هذا المقدمة مشتملة على 5 أبواب. الباب الأول نريد أن نسميه باب وجوب التوحيد، وسوف يأتي معنا إن شاء الله قريب لماذا المصنف رحمه الله لم يذكر مقدمة للكتاب. الباب الثاني باب فضل التوحيد. الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الرابع الخوف من الشرك. الباب الخامس باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. إذن هذه الأبواب الخمسة تكون تحت قسم القسم الأول وهو المقدمة. القسم الثاني تفسير التوحيد، وقلنا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. القسم الثالث من الكتاب الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وبين قلنا في هذا القسم بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة ما سوى الله، بطلان عبادة الملائكة، بطلان الشفاعة، بطلان الهداية. القسم الرابع سبب كفر بني آدم، وقلنا كأنه سائل يسأل الإمام محمد بن الوهاب، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ما هو سبب الكفر؟ يقول أسباب الكفر 3، من أخطرها وأعظمها أول باب وهو الغلو، ثم الثاني ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا كما حصل في قبر اللات، و الباب الثالث في هذا القسم التقليد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. الباب الرابع في هذا القسم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، حماية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذا القسم الخامس وهو دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الجزيرة أو في الأمة. القسم السادس الأعمال الشيطانية ومنها السحر
والكهانة والتطير وعلم النجوم وغيره. القسم السابع أعمال القلوب. القسم الثامن الأسماء والصفات، باب من جحد الشيء من الأسماء والصفات، وقلنا هذا فيه الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا الألوهية فقط. القسم التاسع قلنا هذا أطول قسم، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وقلنا هذا عادة الإمام عبد الوهاب رحمه الله أن يجمع المسائل ثم يبدأ بالشرح. القسم الأخير وهو باب واحد الخاتمة، ما قدر الله حق قدره. طيب إذن لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ التقسيمات لهذا الكتاب والفهرسة. بالنسبة للشرح لا بد أن ننضبط على قاعدة نسير عليها في شرحنا لهذا الكتاب. أولا الشرح المعتمد في الأصول الثلاثة نريد أن ترجع إلى حاشية ابن قاسم رحمه الله، حاشية مباركة مختصرة سهلة واضحة. أما في كتاب التوحيد القول المفيد. طيب نعم، بعد هذا نريد أن نربط بين الأبواب والكتاب وبين الآيات والأحاديث والباب حتى يرتبط الكتاب بأكمله. إذن لابد أن نربط بين علاقة الأبواب بكتاب التوحيد. مثاله باب ما جاء في المصورين. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لماذا؟ قال لأن التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى وتعدي على جانب ربوبية، أو أن أول شرك حدث في الأرض بالتصاوير، صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم. بعد هذا أيضا الآيات والأحاديث لابد ترتبط بالباب حتى يرتبط الكتاب بأكمله. لماذا أورد المصنف رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا تحت باب لا يذبح لله بمكان لا يذبح فيه لغير الله؟ ما علاقة هذه الآية بالباب؟ سوف يأتينا. ما علاقة مثلا حديث أو أثر تحت الباب بالباب حتى ارتبط الكتاب بأكمله؟ طيب بعد هذا الأمور التي يعني ذكرها بعض الناس انتقادات على الإمام محمد الوهاب رحمه الله، سوف يأتي معنا يوم كامل إن شاء الله نتكلم عن الأمور التي انتقدت على الإمام محمد الوهاب ولماذا كانت هذه الحرب على أئمة الدعوة. طيب سوف يأتينا إن شاء الله. كتاب التوحيد. التوحيد ما يحتاج تكتب يا أخي، افهم خلي الكتاب بعدين. طيب التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وفي الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن أنواع التوحيد ثلاثة. الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. طيب المصنف رحمه الله لم يذكر مقدمة للكتاب. لماذا؟ قال إما أن المقدمة سقطت من بعض النسخ، لأنه وجد في بعض النسخ بسم الله والصلاة والسلام وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، في بعض النسخ وجدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن سقطت من بعض النسخ الذين نقلوا لنا كتاب التوحيد لم يذكروا هذه المقدمة، أو أن المصنف رحمه الله اكتفى بالترجمة، لأن كتاب التوحيد يعد مقدمة ولا داعي لأن يشرح لك ما يتضمن هذا الكتاب. الثالث القول الثالث أن الإمام محمد الوهاب رحمه الله قبل أن يكتب كتاب التوحيد نظر في كتاب التوحيد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله لم يذكر مقدمة لكتاب الصحيح،
أراد أن يعلق الناس بالأحاديث، وهنا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد. طيب، العبادة، توحيد الألوهية، قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة تفسر باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل فسرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة الصلاة والصيام والحج مثلا، والباطنة خوف والرجاء والتوكل والإيمان في حديث جبريل عليه السلام. وتفسر العبادة باعتبار العامل هو التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. إذا لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. نعم، اكتفي بهذا راح الوقت. غدا إن شاء الله نأخذ الباب الأول من كتاب التوحيد، وعلى ما اعتدنا عليه تحضر الباب ويعني تسمعوا فيما بينكم وتراجعوا الدرس بعد الانتهاء إن شاء الله تعالى. طيب، نعم، إذن ماذا أخذنا في كتاب التوحيد؟ ها شيخ محمد. نعم، نريد نفهرس هذا الكتاب إلى 10 أقسام أذكرها. الأول مقدمة، وهذا مشتمل على 5 أبواب. الثاني تفسير التوحيد، وقلنا فسر التوحيد وبضده تتبين الأشياء. الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وقلنا في هذا القسم ذكر بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله والملائكة والشفاعة، أن الشفاعة حق لله لا يملك أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وبطلان هداية، هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق، التوفيق. نعم، إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع سبب كفر بني آدم، وقلنا كأن سأل يسأل الإمام محمد الوهاب رحمه الله يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ما هو سبب الكفر؟ يقول أسباب الكفر 3، هذه ليست منحصرة بل هذه أخطر الأسباب. والرابع النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يجعل مجال لأحد أن يفتح باب للشرك. القسم الخامس باب واحد تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، لأن ظهرت فتنة تقول أنه دعوة الإمام محمد الوهاب وغيره التوحيد داخل الجزيرة عبث، لأنه الشرك لا يحدث في الجزيرة وفي الأمة، رد عليهم بهذا الباب. نعم، باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القسم السادس الأعمال الشيطانية، وقلنا هذه عادة المصنف رحمه الله بعد أن يعني يجمع المسائل يبدأ بالتفصيل. ثم أعمال القلوب، ثم الأسماء والصفات، وقلنا هذا في الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط. وعلم الشيخ بن عثيمين رحمه الله في المقدمة، مقدمة القول المفيد، قال أن هذا الأمر يعني اعتناء الإمام محمد الوهاب رحمه الله بتوحيد الألوهية هذا يدل على فقه هذا الإمام، لأن أكثر ما يكون خلل في الألوهية. صحيح؟ نعم. وركز الإمام محمد الوهاب على توحيد الألوهية ولم يتجاهل الربوبية ولا الأسماء والصفات، والدليل هذا هو، وأدلة كثيرة جدا سوف تأتي معنا إن شاء الله في وقتها. بعد هذا أطول قسم في الكتاب مناهي اللفظية ألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والقسم هذا نقسمه إلى قسمين إن شاء الله في الدراسة. القسم الأخير الخاتم. نعم أخوانا، إيش أخذنا اليوم؟ هذا القسم أبدا ما عنده مشاركة. نعم شيخ. المقدمة، أي نعم، لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله مقدمة الكتاب؟ قلنا
والله أعلم أنه لثلاثة أمور. الأول سقطت من بعض النسخ لأنه وجد في بعض النسخ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة. الثاني أي نعم أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة لأنه اقتدى بالإمام البخاري لأنه لم يذكر الإمام البخاري مقدمة لكتاب الصحيح، علق الناس بالحديث لأن هذا كتاب متخصص في الحديث وهذا في التوحيد. الثالث اكتفى بالترجمة لأنه كتاب التوحيد هذا أدل على المقصود. نعم نعم الشيخ أي نعم. ما هي الأسباب التي من أجلها ندرس هذا الكتاب اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ الأول نصيحة العلماء، ثاني اجتمع أنواع التوحيد الثلاثة وركز على توحيد الألوهية وهذه ميزة تميز بها هذا الكتاب وهذا مهم جدا. الثالث نعم أنه لم يذكر كلمة واحدة له إلا في المسائل وهذا ليست من كتاب التوحيد. نعم ودائما يذكر النصوص الكتاب والسنة وأراد أن يعلمك ويربي الطالب حتى يكون عنده حجة من الكتاب والسنة. نعم غير عناية العلماء، كثرة الشروحات لهذا الكتاب، وضع الله له القبول في الأرض، حسن التبويب والترتيب والتصنيف ورد على الشبه ومعاصر. نعم العبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة قلنا مثل الصلاة والباطنة مثل الخوف والرجاء. نعم نعم علي توفى من العامل التذلل لله سبحانه وتعالى فعله والعمل اجتناب النواهي محبته وتعظيمه. هاي علي غير الشيخ هذا. نعم الشيخ أي نعم قلنا أنه نريد أن نسمي هذا الباب الأول باب وجوب التوحيد لأنه لو نظرنا في الأدلة التي أوردها المصنف في هذا الباب يجمعها شيء واحد وهو وجوب التوحيد. نعم نعم إن شاء الله. نعم لابد في شرحنا كتاب التوحيد أن نربط الأبواب بالكتاب ونربط الآية الحديث بالباب حتى ارتبط الكتاب بأكمل، ونذكر التعريفات والتقسيمات للباب. نعم نعم الشيخ والله ما أسمع إيش تقول. الانتقادات اللي انتقدت على الإمام محمد الوهاب نأخذها إن شاء الله لها حصة كاملة. هاي شو اسمه تعريف التوحيد لغة مصدر واحد الشيء، قلنا لا تهتم للتعريف اللغوي لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع. ثانيا شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وثالثا تعريف أنواع التوحيد الثلاثة، ربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو بالخلق والملك والتدبير، ألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد، الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. نعم الشيخ ترى ما أسمع الشيخ. نعم الطريقة في الشرح لكتاب التوحيد. نعم الشيخ. نعم طيب هو قال نعم غير فعل. إذن إلى غدا إن شاء الله نراجع ما أخذنا اليوم ونأخذ بإذن الله في الأصول الثلاثة المسائل الثلاثة وفي كتاب التوحيد إن شاء الله نأخذ باب وجوب التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جزى الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 83 7
8 9 3 8